السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم القرش البلديين، كيجيو مقومين هشاش، واهم حاجه انهم لذاد، وبواحد المكون اللي كيزيد يعطيهم اللذه والهشاشه. كنتمنى انكم تجربوهم، خصوصا هكا كيجيو زوين بزاف للقدو ولا الفطور. اذا جربتوهم اكيد ما غاديش تندموا، وبمقادير يعني موجودين في اي بيت، اقتصاديين بزاف. بالنسبه للمقادير ديال هذا القرش، نحتاجي زلافه ديال الفينو. انا هذه هي الزلافه اللي وريتكم، يعني زلافه متوسطه كتهز داك 200 غرام، جوج زلايف ديال الفرص الحرش، وجوج زلايف ديال الفرص الرطب العادي. بالنسبه للنوعيه ديال الدقيق، كتبقى على حسابكم، تقدروا تستعملوا غير فرص الرطب. انا كانت واجد عندي الفرص الحرش وكذلك الفينو، وداكشي اللي استعملته، ولكن الوصفه ما كتغير فيها حتى شي حاجه. الى جربتوا المراحل اللي غنذكر من بعد، راه غتجيكم نفس النتيجه. كنضيف على الدقيق ديالي واحد المعلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه. انا عندي هاد النافع وحبه حلاوه اللي كنت غربلت هكا مستفوف، يعني كنحتفظ بهم في واحد القرايعه، ما كنضيعهمش، كنديرهم في القراش، راه كيعطي واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت ما كيجيوش باينين بزاف بحال ملي كنديروهم حبوب هكا كبار. ولا ما كانوش عندكم، تاخذوا واحد معلقه صغيره ديال النفع، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، كطحنهم واحد شويه وديروهم. هنايا ضفت كذلك واحد الساشي ديال الفاني، وكاس ديال سنيده، واكيد قبيصه ديال الملح، واحد شويه ديال الملحه. هنايا ضفت 4 المعالق كبار ديال الزنجلان اللي منقي، ما محمر ما حتى شي حاجه، انا كنضيفو بحال هكاك. وهنايا عندي في الزلافه كندير معلقه كبيره ديال الخميره معجونه، مع معلقه صغيره ديال السنيده، وكنضيف عليهم واحد شويه ديال الحليب اللي كيكون دافي، وكنخليهم على جنب حتى كيتفاعلوا. كندوزو للنواشف ديالنا اللي كنحركوهم مع بعض مزيان حتى كينسجموا، وكندير واحد الحفره في الوسط هي فين غنديروا السوائل. هاد الطريقه اللي تبعتوها راه غادي يعني هكا غايجيكم منظم الخدمه ديالكم، وما غادي تنساو حتى شي مكون. هنايا ضفت الكاس الاول ديال الحليب، وضفت عليه الكاس الثاني، يعني كنستعملوا في هاد المقادير جوج كيسان ديال الحليب، تقدروا تستعملوا حتى كاس. بالنسبه للبيض، انا استعملت جوج بيضات، غير هي وحده بحال كنستعمل البيضه، وحده كنستعمل غير البياض ديالها. كنضيف واحد 4 كاس ديال المزهر، كيبان لكم بيض حيت نفس الكاس اللي عبرت به الحليب هو اللي عبرت به المزهر. كنضيف كاس لارب ديال الزيت، يعني هانتوما كاس خاصو 4، ما كنعمروش الكاس. الا ما استعملتوش هاد الكميه تقدروا ديروا غير نص كاس ديال الزيت صافي. هنا كنضيف كذلك ديك الخميره من بعد ما تفاعلت، وكنجمع العجينه ديالي مزيان. بالنسبه لكميه السوائل اللي ضفنا، راه كاع ما كتجمع لنا ديك الدقيق كله، كنضطروا اننا نضيفوا الماء. انا بالنسبه للكميه اللي ضفت، ضفت كاس ديال العنبه وشويه، يعني كاس عامر وثمن واحد جوج معالق ولا 3 ماكسيموم، يعني ما عامرينش ديال الماء. المهم بالنسبه للماء كتبقاو تضيفوا حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون مرخوفه. واهم حاجه باش يجينا البريوش اولا القراش اللي يعني مفشفشين وخفاف، هو الطريقه ديال الخدمه ديالهم، والعجينه تكون مرخوفه، حاولوا نخفوها ما امكن، خاصها تكون ضروري كتلصق. وبالنسبه للمكون اللي قلت لكم، راه كيزيد يعطيهم واحد المذاق زوين بزاف، الا جربتوه ولا كان متوفر عندكم في الدار، ما تعجزوش انكم تجربوه، حيت كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، اللي هو واحد المعلقه كبيره ديال السمن، السمن البلدي ماشي غير الزبده. ولا كانت عندكم زبده حيوانيه كذلك جربوها، راه حتى هي كتجي زوينه، ولكن السمن بالاخص السمن البلدي راه كيعطي واحد المذاق زوين. المهم كنبقى بحال هكا، انا السمن كان عندي يعني جامد في الفريغو، اضطريت انني ندوبو شويه يعني غير سخونيه، وبقيت كندخلو في العجينه ديالي حتى ما بقاوش كاع طريفات. ومهم كنجمع العجينه ديالي كما كتشوفوا، كنديرها واحد في واحد البول اللي كيكون مدهون بالزيت، وكنخليها تخمر مزيان، يعني مزيان خاصها تخمر مزيان. انا خليتها هنايا حتى بدات كتفيض لي على من البول اللي درتها فيه،
صافي هنايا كنبدا نجيب واحد زليفة اللي فيها شويه ديال الزيت، نبدا ندهن يدي وكندير كويرات صغيورين، كندير كويرات غير صغيورين. الله من بعد كنبسطهم شويه كيجيو هما هادوك. من بعد هنايا كناخذوا اللاطه ديالنا اللي كنديروها، اما كنديروا فيها بابي كويسون اولا كندهنوها بالزيت وكنبدا ندير فيها كويرات. كما كتشوفوا الكويرات كيكونوا صغار، بغيتوهم يجيو هكا متوسطين حجم عادي غديرهم صغيورين، بغيتو ديروا يعني يجيو كبار غادي تزيدوا تكبروا اكثر من هذا الشيء. من بعد ما كنسالي كاع الكويرات ديالي كنرجع كنبسطهم شويه، حيت الا خليناهم بحال هكا غيجيو يعني يجيو طالعين بزاف. بحال هكا اللي كنبسطوهم راه كيجيو هما هادوك وكيجيو في المنظر احسن. صافي كما كتشوفوا العجينه راها فيها البوقات، هذا كيدل على ان العجينه يعني مخدومه مزيان وناجحه. صافي هنايا كندهنوها بالصفر البيض اللي خلينا من الاول، كنديروا معاه شويه ديال الحليب وكنرشوها بشويه ديال الزنجلان، اولا كتقدروا ترشوها بشويه ديال اللوز اولا كيبقى اختياري، ولكن حيت قراش البلديين كنخليهم بلديين كنرشوها بالزنجلان وصافي. كنخليهم يرجعوا يخمروا مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالهم، من بعد كندخلوهم الفران اللي كيكون ديجا سخون، كنقصوا من العافيه العافيه متوسطه وحتى كيتحمروا لنا من التحت، ومن بعد كنرجعوهم من الفوق. هنايا من بعد ما دات الزنجلان كنرجع كندوز بالشيطه باش هكا كنضمن ان الزنجلان ديالي من بعد ما كيطيبوا زعما القراشل كاع ما كيطيح. كاين بعض المرات كندهنوا القراشل يعني كنديروا الزنجلان ملي غير كيطيبوا كيبدا يتحيد كله. المهم انا كندير هذه الطريقه باش كنتفادى ان ديك الزنجلان يعاود يطيح من فوق القراشل. ها هما القراشل ديالنا من بعد ما كيطيبوا كما كتشوفوا راه كيتنفخوا يعني واخا كنبسطوهم مزيان، انا راني بسطتهم مزيان حتى ما بقى لي فين نزيد، ومع ذلك كيتنفخوا كيجيو هشاش بزاف، راهم خفافين وهشاشين بزاف. ها نتوما كما كتشوفوا راه كنضغط عليهم مزيان، زعما ماشي كنضغط عليهم غير شويه هكا على حسب التصويره، كنضغط مزيان حتى كتلقى لي يدي مع اليد مع اليد، ومع ذلك كيرجعوا انهم يتنفخوا. هنايا في هذا الوقت راه انا مازال ما بردوش مزيان مازال شويه دافين، ومع ذلك كيرجعوا يتنفخوا. المهم انا نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه حيت هي كتجي لا في المذاق ولا حتى في الهشاشه، كيجيو هشاش بزاف. وكنتمنى انكم ما تبخلوش ليا بلايك الا عجبكم الوصفه، وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها. سلامه.